انا سميتي مستعيد فاطنه كنسكن في ليسيس جوج بلوك سي بلوك ا رقم الدار 163 انا من رعايا الحرب ديال ليبيا جيت في 2011 جيت من من ورا الحرب بسبع شهور جيت في الباخره ديال جابنا جلاله الملك ملي جيت تمحنت بزاف تخاصمت مع خويا جرى عليا جيت كريت هنا في لي انا دابا شاده بيت مع الجيران كريه ب ألف ريال و و وما... ما زعما ظروفي صعبه و... واش غنقول لك ما عمرش مره تقبل تجي شي مره ملي كيقول لي بغيت تعدد وداك الشيء كان كنطلب طلاق ولكن ملي مني... ملي دخلت المغرب وداك داكشي شفت معاناه بزاف كنت عايشة بخير الحمد لله كنت عايشة في ليبيا 13 عام بخير على خير مني جيت للمغرب ما بقى عندي لا فلوس لا ذهب لا حتى شي حاجة حتى واحد ما تلبغاني كلشي لاحني الدنيا حتى هي لاحتني ما لقيت لا ولد لا بنت لا راجل نسند عليه لا والو تخاصمت مع تح... تخاصمت مع خويا جرى عليا جيت هنا اللي ساسفة. انا دابا من ألفين 2000... من ألفين وحداش وهنا في اللي ساسفة. كنعاني لا سكنة لا خدمة زينة خدامة معاه كندير فهم ميناج في القهوة سبع آلاف ريال السيمانة لا تشي لا حاجة ومن من من, من الحرب وداك ركبتني البرودة مع حيت كنا كنا سبع شهور حنا حنا في وحنا عا جنب ديال البحر حنا كنعسو في الخلاء ركبني ركبتني البرودة دابا بقاش عندي تا الصحة باش نخدم غير يعني الا ما الا ما جبش الحاجه ما الا ما جبش الحاجه ما ناكلش ولا سكنا لا والو سجلونا في في الديور في في وزاره الخارجيه قلنا من الباطو قلنا غنعطيكم ديور مشينا فرحنا مشينا تقيدنا في وزاره الخارجيه مشينا لوزاره الخارجيه قلنا صافي ماشي مشكل راه هاد السكن اللي غيعطيكم على حساب جلاله الملك فرحنا مشينا تسجلنا آه غوتوا علينا من الرباط قالوا لنا غنعطيكم السكن جيتوا في السكن الاقتصادي ديال الولفه باقي ديك الساعه فرح السلام باقي ما تعطاش فرح السلام فرحنا ملي مشينا قالنا شوفوا مال الاولاد غنعطيوهم السكنات وانتوما اللي هجلات نطلب من المحسنين وخاء وخاء براكة ولو عير عير بيت في السطح هادشي اللي كنطلب من المحسنين